مباراة تبادل الأدوار، مباراة تبادل الأطراف، خسر فيها زيزو شر خسارة لحد الآن في 65 دقيقة. البرسا قاري درسو، البرسا محضر درسو، فالفيردي ينتقم لخسارتي السوبر، زيدان لن يظفر بالثالثة متتاليات. التغييرات هل تغير الواقع؟ هل تحدث الريمونتادا التاريخية في كلاسيكو الأرض؟ أمنا فات الميعاد، غني لهم يا ست، فات الميعاد عاد يا المرنجي. ترجع كرة، أسوأ مباريات الريال مع زيدان في الكلاسيكو في قناتي. ترجع الكرة، ماتش الكلاسيكو دا سوبر كان في شهر 8، لم تكتمل فيه الفورمات، لم تحضر فيه جاهزية ميسي. يا زيدان، أنك تعيد نفس الكرة من أجل نفس النجاح؟ لا، ليس كل مرة تسلم الجرة، تغيرت هذه المرة عن تلك المرة. هو فريق البرسا في يوم غير عادي يظفر بكلاسيكو الأرض في البرنابيو بعد 67 دقيقة، وسط ذهول عشاق المرينجي، وسط استسلام فريق الريال بدون عودة ولا كمباك ولا روح ولا جرينتا ولا كبرياء للقميص الأبيض للفريق الملكي بطل أوروبا والعالم. في الشوط الثاني، شوط ثاني كارثي، نومهم في الشوط الأول، في الشوط الثاني أنا البرسا يا زيزو. ترجع الكرة وسط الملعب، كرة كتالونية، يتقدم الأتاك عن طريق يمشي بيكي، جيرار بيكي، مباراة كأنها سيناريو الرباعية. زيدان ماذا ينتظر من أجل تغيير الواقع والثنية؟ الآن أسينسيو بي بعد دخول ناتشو في قلب الدفاع، ناتشو على الأطراف وخروج بنزيما اللي كيبيه كيبلاش. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة للبرسا، كرة برشلونية، البرسا بالشوط الثاني.